مشاهدينا، هالموسم موسم رشح وزكام، وحتى بداية فصل الربيع تعتبر موسم الربو التحسسي والتحسس الأنفي. كرمال هيك رح يخبرنا اليوم الدكتور حسام البردان، المدرس بكلية الطب البشري لمادة الصدرية، عن أهم الأمراض الموسمية التنفسية، طبعاً إن كان بالتنفس جهاز التنفس العلوي أو السفلي، وشو الفرق بين عوارضها وعوارض فيروس كورونا، لأنه نحن اليوم إذا ارتفعت درجة حرارتنا شوي أو عطسنا عطستين أول شيء بيخبر عملنا كورونا، خلص صارت كورونا. دكتور صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير دكتور، واهلا وسهلا فيك معنا. يسعد صباح كل عم يشوفونا كمان. يا اهلا وسهلا فيك معنا دكتور. عم نحكي عن موضوع كتير مهم وصار بشغل بال العالم بشكل كتير كبير، وخاصة بالفترة الأخيرة. مثل ما كان عم بيحكي ورد، أي عرض بيظهر علينا، رشح، سعلة، حرارة، تعب، فورا بيخطر على بالنا كورونا. تمام. ونحن فعلا بوقت بالعادة بيكون فيه أمراض، بيكون فيه تحسس، بيكون في عندهم، بيكون في عند فئة كتير كبيرة من الأشخاص رشح، سعلة، قريب غيرها من الأمراض الثانية. بداية دكتور خلينا نحكي عن أشياء أمراض هذا الموسم. هلأ نحن بتعرفوا حضراتكم بفترة اللي بيصير فيه عنا تبدل الجو، فترة فصل الربيع، الفترة اللي بيصير فيها الزهر غبار الطلع، فنحن من المعتاد بهي الفترة من السنة أنه تتواجد عنا بعض الأمراض الصدرية، وبتكون إلى ذروة معينة، بس ما هي أمراض إنتانية. الأمراض الإنتانية الصدرية عادة فترة الذروة تبعها بتكون ببداية الخريف والشتاء، بهالمرحلة هي نتوجه الأمراض التحسسية. هلأ النقطة المهمة كتير واللي يمكن نحكي عنها بالكورونا أو الكوفيد 19 هلأ اللي شاغل بال الدنيا كلها، إنه نحن وجود هذا المرض لا يلغي من مخنا كل الأمراض الصدرية السابقة. يعني نحن في عنا أمراض ربو، في عنا أمراض تحسس. نحن هلأ الهاجس تبعنا إنه إجا هذا المرض لغى بأفكار كل العالم إنه صح. ما في أمراض صدرية تانية، ما في أي أمراض تانية، حتى أي شيء بالجهاز الهضمي بيصير عنده فنحن يبدو إنه عصر ما قبل كورونا مو بدنا ننساه. نحن في عنا أمراض ودرسنا الطب وتعلمنا إنه في عنا مجموعة كثير كبيرة من الأمراض. هلأ الفكرة إنه حقمعنا، يعني نحن ما فينا نلوم كمان الأشخاص من الفوبيا اللي ممكن يشعروا فيها بسبب إنه بأي لحظة من اللحظات عم يسمعوا خبر عن هذا المرض، فنحن بدنا نكون حذرين منه. هلأ بهالفترة هي نحن في عنا النوبات الربوية. النوبات الربوية عادة أو نوبات التحسس أو التهاب الأنف التحسسي بتظاهر عنا بشكل عطاس، بشكل سيلان مائي، بشكل أحيانا سعال، مع شعور بأحيانا صوت الصفير بالصدر. هلأ الأعراض المميزة شوي للكورونا، إذا بنحكي خلينا نحكي بقى عرض كورونا، شو بيفرق الربو التحسسي عن الكوفيد 19؟ الكوفيد 19 هلأ الأعراض اللي مذكورة كل عالم بتعرفها، يمكن صارت أكثر مني، الأعراض السعال الجافة اللي يمكن كمان يجي عند المريض، أعراض الوهن عام والتعب والحرارة، وأنهم بحط يمكن خطين حمر تحت الحرارة. في عندي بلس، في عندي العرض الرابع اللي هو عرض ضيق التنفس. هلا العرض الرابع هذا بالنسبه بيطول ليجي، هو ممكن يطول ليجي وممكن انه يظهر بعد يوم او يومين، بس هو هذا بالنسبه انه هو علامه حمراء او علامه. طيب عفوا دكتور للمقاطعه، اليوم منظمه الصحه العالميه امبارح كنت عم بحضرها بالريبورت اليومي تبعها بخصوص فيروس كورونا، عم تقول انه لليوم الفيروس ما عم ينعرف له اعراض محدده حسب البلدان. يبدو انه الفيروس بين كل بلد والتاني عم تختلف اعراضه حسب استقبال الشعب لإله. يعني كانوا عم يقولوا مدة الحجر أو الأعراض لإله 14 يوم، مدوها بعدين بفرنسا ل 21 يوم، مبارح عم يقولوا ببريطانيا أنه يمكن 27 يوم كمان لحتى تبدأ تطلع الأعراض، لذلك حجر 14 يوم لا يكفي، قالوا أنه لازم الحجر يكون 27 يوم، فأنا كيف بدي ميز الأعراض؟ هلا الأعراض بشكل عام إذا بنحكي على كورونا بالذات والشيء اللي عم يصدر بشكل يومي، حنشوف انه الحكي يمكن اللي عم نحكيه اليوم بكره يكون غلط تماما. تبدلات كثير كبيره، مراكز ابحاث عم تشتغل بشكل لحظي ويومي على هذا المرض، فيمكن الحكي اللي كان قبل بشهر تغير. الفكره احنا هلا اللي عم نشوفها، بس بصراحه اذا بنحكي الكورونا شو الميزه تبعه، ليش نحن عم نميزه عن الرشح؟ نحن دائما عندنا رشح وعندنا انفلونزا وعندنا فيروسات الدائمه. هذا يبدو المرض سرعه الانتشار تبعه تبدو هي شوي الغريبه شوي عن غيره، سرعه الانتشار تبعه. صح انه هو مرض كورونا ما راح يؤدي لوفاه كل شخص عم ينصاب فيه، وهي الفكره اللي كل العالم تعرفها، انه هو يمكن حسب بعض الدول، في دول 1% 2%، في بعض الدول وصلت لل 10%، بس معناتها بالمقابل في عندنا نسب منيحه عم يتم فيها الشفاء. اذا نحن بدنا ننظر على هي الارقام كلها بشكل عام. يمكن انا كشخص كطبيب بيهمني ان اتابع هالارقام. انا بنصح الاشخاص ما يتابعوا هي العدادات او الارقام، لانه يمكن هي بحد ذاتها، يعني هلا بجوز نحكي عن مناعه، هي بحد ذاتها متابعه هالعدادات او الارقام مرتبه، هي من الاشخاص، يعني هي عباره عن
مثرات بيحطوا مشان نحن نشوف تطور المرض ببلد. بس يمكن نحن اذا بنقعد كشخص مواطن عادي بدي اقعد بس حط على قناه نشوف الرقم الاخضر والرقم الاحمر واي صار اكثر, فهذا بشكل عام بحد ذاته رح يعمل لي حاله ستريس وتوتر وقلق. الستريس والتوتر والقلق بهالحاله من الحالات هيحفز لي هرمونات بجسمي, هن الكورتيزول والادرينالين هرمونات الشده, يعني هن بحد ذاتهم هدول هرمونات مضيفه لمناعه الجسم. حاول قدر المستطاع, انا لازم تنضمني ضمن الحدث وتمني خايف حتى, يعني بصراحه اقول للعالم ما بدي اقول انه انا بدي اطمن, ما الموضوع سهل تماما, الموضوع لازم نحن الحمد لله الامور منيحه ومطمئنه, بس احنا لازم نكون بهالمرحله وخاصه المرحله المقبله الاسبوع والاسبوعين نكون حذرين, نبقى نلتزم بيوتنا, ما نطلع من البيت الا يعني مثل ما حكينا للشيء الضروري بشكل كبير. ندير بالنا يمكن بهالفتره على الكبار شوي بالعمر, لانه هلا حتى يمكن الدراسات كلها شفتوا انه الاصابات كان اصابت الجميع بس واثرت عند الشباب, بس كانت الاكثر ضررا كان الاشخاص المتضررين منها هن الاشخاص الاكثر عمرا. هذا عم يطرح عندي فكره كمان انه انا لحتى يعني يمكن بدنا نحكي على مناعه الشخص, يمكن انه نحن يعني نحن ما عندنا عم يسألون أشخاص عن فيتامينات أو أنه كيف بدي أقوي جهازي التنفسي, كيف بدي أقوي مناعة الرئتين, مناعة اللوزتين, كيف؟ هلأ يبدو كمان مع الأسف هلأ بالنتائج طلعنا أنه ما في عندي كبسة on off أنه أنا حأكبس كبسة ترفع المناعة, ما عنا يعني ما ولحد الآن فكرة أني أنا أخذ هيك كوشة من الفيتامينات كل يوم تبع زنك كمان ما هي تبدو الحل. الحل هلأ اللي عم يشوفوه برا هو الحل اللي عم تشوفوه بكل وسائل التواصل, أنه عدم المصافحة, السوشيال ديستانسينج, الابتعاد الاجتماعي. طبعا الابتعاد الاجتماعي بالمعنى الجسدي وليس بالمعنى انه ما احكي معه, تمام الابتعاد الجسدي قول هذا المعنى الثاني نحن مطبقينه من زمان, التباعد الاجتماعي بالمعنى النفسي, هلا بدنا التباعد الاجتماعي الجسدي الجسدي. اي هلا الفكره اللي بدنا نقوي مناعه الشخص فيها هي انه مو ناخذ كوشه الفيتامينات بصراحه. طبعا في شغلات ممكن نقول انه قد تكون مفيده بشكل عام, الفيتامين سي, الفيتامين دي, الزنك, في دراسات عم تقول انه ممكن يساعدونا. طبعا انا ما ضروري اروح عند خبير باخصائي بامراض التغذيه اللي والله اليوم قالوا انه لازم نحن نعمل الهدف تبعي انه يكون عندي حميه متوازنه, يعني انا اكون عندي خضروات, عندي فواكه, عندي لحوم, عندي بروتينات بشكل متوازن لحتى انا ما اقعد وجع راسي انه هي الماده بيكون بتفيدني اكثر. بعض المواد الفيتامينات اللي قد انا بعرف انه ما بتعرض لشمس كثير, او هي ممكن مثل الفيتامين دي بشكل محدد, ممكن هذا الفيتامين بالذات له دور ومدروس حتى قبل الكورونا انه هذا من الفيتامينات اللي له دور بتقويه الجهاز المناعي ونقصه, والاشخاص اللي عندهم عوز بالفيتامين دي هم معرضين اكثر للانتانات, فما في مانع من هدول يكون سبلمنت, بس بدي اخذها بشكل حذر وتحت اشراف طبي, لانه الفيتامين دي مثل ما حضراتكم تعرفوا من الفيتامينات المنحله بالدسم وليست منحله بالماء, وبالتالي اعطائها بطريقه لازم اعرف كيف اتناوله, وايضا الكميه اللي عم باخذ فيها الفيتامين ده لحتى اقدر اخذ الفوائد اللي بدي اياها من هي المكملات الغذائيه وما انضر. طب دكتور, بما انه كنا عم نحكي عن كورونا وقد ايه كل العالم فعلا عم تفكر بكورونا باي عرض هن بيحسوا فيه, الربو التحسسي هو يمكن من اكثر الامراض انتشارا وخاصه بهذا تمام. الوقت والاعراض اللي بتظهر على الشخص تشبه الاعراض اللي بتظهر على الكورونا طبعا باختلاف شده الاعراض, مثل الرشح, الزكام, والجريب, والانسداد والتقليه اللي بيحسوا بوشهم. ونتيجة لهذا الموضوع فورا الأشخاص بيروحوا بياخذوا أدوية لحتى يخبوا هاي الأعراض أو يداروا حالهم من أول شيء. دكتور, في حال حسينا بأي عرض شو هي الطريقة الصحيحة لنعرف إنه هذا العرض شو هو المرض اللي بدلنا عليه إن كان كورونا أو غيره من الأمراض الصدرية أو التنفسية الثانية؟ هلا بصراحة إنه ما في عنا أي عرض نوعي لحد اللحظة بيقول لك إنه هذا العرض هو عرض خاص بالكورونا وهذا عرض خاص بالربو وهذا عرض خاص بالرشح. أي عرض تنفسي بالمرحلة هي يجب إنه يؤخذ بجدية, إنه أنا عندي سعلة أو عندي حرارة أو عندي ضيق بالتنفس. هلا الحرارة عادة والوهن العام بالجسم لا تتواجد بنوبة الربو الحادة. بالمرحلة الأخيرة شفتوا مثلا أشخاص عم يستخدموا معقمات, عم يستخدموا مواد تنظيف, فقد يكونوا كمان مؤهبين أكثر للنوبات الربوية خاصة باستخدام مواد مثل الكلور. هلا أنا نصيحتي الأولى لمريض الربو, كونه حكينا عن مريض الربو, لأنه في عنا مجموعة من مرضى الربو قد تقارب 10% من السكان عندهم الربو وهي الفترات تبعهم. الهدف أنا مريض الربو تبعي يكون الربو تبعه مضبوط بهالمرحلة, يعني إذا هو كان عم ياخذ دواء للربو, بخاخات أو أمور معينة, يحاول بهالفترة
ما في مجال للغلط. يعني هلا نوبه الربو اذا يواظب عليه بالوقت الصح وبالمعايير الصح بالمعايير الصحيحه، خاصه اذا كانوا فيها طلائع كورتيزونيه، فلذلك تمام. لازم يكون بجرعه محدده، لانه انا اذا ما التزمت بهي اللحظه بادويه الربو اللي هي عندي او ادويه الحساسيه اللي عندي، قد يصير عندي هجمه ربويه. الهجمه الربويه هذا يؤدي على انه انا احتاج الاسترويدات او الكورتيزون، اخذهم بشكل حب او بشكل جهازي، وهذا يمكن هذا الشيء ما بنرغب نحن نوصل له بهالمرحله هي، لانه بسبب انه نحن الادويه مثل الاسترويدات انه ممكن تضعف المناعة. بس أنا إذا عندي مريض عنده نوبة ربو، أنا حتما كمان ما بدي أنسى الطب، بدي أرجع أعطيه استرويد إذا في استطباب لهذا الشيء. تمام، لحنا لازم نكون دقيقين جدا، وإذا حسينا بأي عرض موارب خلينا نقول لازم نستشير الطبيب المتخصص ونرجع لأي مركز صحي بجوارنا لحتى نأكد أنه نحن مصابين بشيء لا سمح الله وبائي أو عابر وبسيط. بدي أشكرك كثير دكتور لوجودك معنا، ونتمنى الصحة والسلامة لكل الناس عم يتابعونا. أهلا وسهلا فيك. تسمح لي بس في كلمة أخيرة، يمكن السطر الأخير نقوله لأخواننا اللي عم يشوفونا، نحن الرياضة بننصح فيها بهالفترة ضمن الميت بدقيقة 20-30 دقيقة، النوم الجيد والراحة النفسية، يمكن هدول هلا النوم عم ننام كثير يعني صراحة هذا الواحد بنفس الوقت ناخذ الامور بجدية وبنفس الوقت الجدية وما نكون خايفين، يعني هي المعادلة نحن نكون نحن خايفين بس من دون ما نتوسوس من دون ما تمام. في شغلة تذكرتها دكتور ختاما، في عادة عند اهالي دمشق المحببين على قلوبنا كلنا، انه لما بيسلموا الشباب على بعضهم بيبوسوا ايدهم بعدين، بيصافح وبيبوس ايده انه هو مبعد وكذا، إيه ما انت مسكت الفيروس خلاص حطيته بتمك. هاي العادات يعني نحن المتعودين عليها بس ننتبه عليها كثير، لانه باللا شعور ممكن ننتقل الفيروس لنا ونجيبه لبيتنا ونحن بنكون نحن ما عملنا شيء. وهذا الشيء فعلا اللي صار، انه بمعظم مثل ما تفضلت حضرتك دائما وقت واحد يكون في عنده غري او رشح احيانا بيحسن يقول لك والله انا مثلا فلان عداني او بس كانه بفيروس كورونا ما حدا معروف، ما حدا عم يعرف مين ما حدا معروف مين. الله يحمي الجميع، الله يحمي بلدنا. امين يا رب. شكرا.